أخبار اليوم. يعني هو رمضان صبحي وقف على الكورة، هو أنت ككهربا مش تقدر تقف على الكورة وتقدر تعمل؟ والله بص، وقف على الكورة بس أسهل حاجة في الدنيا على فكرة والله. يعني أنت ممكن إيه تعمل على الكورة؟ والله الواحد ممكن يعمل على الكورة حاجات كتير، بس ما ينفعش. ما ينفعش. أنت بتلعب يعني بتلعب في نادي كبير. أنت بتلعب في نادي كبير. والمشكلة في نادي كبير. مش كده. المشكلة كلها في إن أنت بتخسر جمهور الفرقة التانية. يعني هما الجمهور، أنت لسه صغير، الجمهور التاني بيحبوك عشان أنت لعيب مصري. يعني مش في النهاية بيجمعكم منتخب واحد. وأنت زميل للعيبة كلها اللي أنت يعني استهزأت بيها بالحركة دي. مع أي لعيب في نادي الزمالك ولا أي لعيب صغير ممكن يقف على الكورة وممكن ينام على الكورة وممكن يعمل حاجات غريبة. بس هي يعني هي أسهل حاجة في الدنيا الحاجات دي. طب ليه؟ شوف بيعدي حلو قوي ولم ولا مش لازم بقى كل كرة تطلع يعني. كوبري حلو قوي قوي ده، وكوبري ايه؟ كوبري يعمل صداع، كوبري محتاج ريبو. هاي طب ليه انت تكره يعني الجمهور ده وتكره اصلا يعني نص جمهورك؟ رمضان صبح من جيلك قابلته؟ اصغر منك قابلته بعد الموقف ده؟ لا لسه قابلته. هو زميل ده، هو زميل ليا في المنتخب الاولمبي. ايوه المنتخب الاول، وكان مع يعني في النادي الاهلي، وكان معايا وهو صغير. يعني هو صغير كان معايا في النادي. هو كان كده برضه رمضان كده ولا كان دماغه صح؟ لا رمضان طيب يعني، رمضان طفل.